صباح الخير متابعيني في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة أحوال الجوية لهذا اليوم. إذن تستقر اليوم الأجواء في عموم مناطق المملكة بالمقارنة عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، بعدما تأثرت المملكة بحالة مطرية في بعض مناطقها. وبالرغم من ذلك سيطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة في بعض المناطق والأجزاء. نتعرف على طقس اليوم في العاصمة الرياض. المتوقع أن يكون نوعا ما بعض الشيء مغبر، لكن مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة تكون درجة الحرارة العظمى اليوم 27 درجة مئوية في ساعات النهار. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال، في اسكاكا من 22 إلى 10 درجات مئوية، في عرار من 22 إلى 9، ونلاحظ تدني درجات الحرارة في ساعات الليلة القادمة. في تبوك من 21 إلى 9 درجات مئوية، في غرب المملكة تكون في مكة المكرمة من 33 إلى 22، في الطائف من 26 إلى 15 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة تكون ما بين 29 إلى 20 درجة مئوية، وتكون في جدة من 31 إلى 24 درجة مئوية. مناطق جنوب غرب المملكة تقريبا أجواء مستقرة مع فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في مرتفعات أبها، تكون العظمى بها من 26 الصغرى 9 درجات، في جازان من 31 إلى 26، وفي الباحة من 23 إلى 17 درجة مئوية. أجواء بعض الشيء مغبرة في المناطق الشرقية المملكة بما فيها الإحساء تقريبا من 29 إلى 16، في الدمام بعض الأتربة المثارة أيضا درجة الحرارة تكون نهارا 30 إلى 17 ليلا، وفي حفر الباطن من 23 إلى 14 مع تراجع واضح في درجات حرارة اليوم في حفر الباطن. العاصمة الرياض اليوم نهارا تقريبا 27 درجة مئوية، لكن في ساعات الليلة القادمة 14 درجة مئوية. في بريدة في القصيم من 23 إلى 14، ولاحظوا معي حائل اليوم 18، لكن الصغرى الليلة القادمة 8 درجات مئوية. إذن أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.